القرارات غير المدروسة والمجحفة لنظام المخزن ضد شعبه لا تزال متواصلة، آخرها الشروع في رفع الدعم عن معظم المواد الأساسية، قرار فجر غضبا شعبيا كبيرا فيما لا يقل عن 40 مدينة مغربية. زادونا في الزيت، زادونا في كل شيء، في الخضرة، في كل شيء، ما تلاقينا خلصوا ما تسيبوش خلص الضوء، ما تصبش خلص الماء، ما تلاقي الرامي دفعتو حرقوه ليا، دفعت لا سينيسين قالك ما عندكش، فين غنمشي انا؟ نمشي لخوان، انا قادة نخوان، قادة نشفر، وراح حشومة عيب، عيب، غادي يخسروا لنا مغربنا، غادي يخسروا لينا ولادنا. تدهور المستوى المعيشي بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المواد في المغرب أدى إلى تأجج واحتقان الأوضاع، فالمواطن البسيط لم يجد سوى الخروج في احتجاجات للتعبير عن استيائه والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، خطوة قوبلت بعنف مفرط من طرف القوات الأمنية. رحشومة والله، الناس كتشوف، حق الله العظيم انك تشوف الناس كتقلب الطوار وتزبل على المعيشه، حنا كنخرجوا سلميين، والمشكله الناس يخرجوا سلميين وكينوضوا لهم رجال الامن. ما خرجنا حتى ضرينا، احنا مضرورين سيد الحكومه الا هو كيتقاضى واحد المدخول، حنا راه ما عندناش هذاك المدخول، حنا راه غير ولاد الشعب. كاين اللي خدام ب 1500 درهم وعندو 6000، وكاين الامراض المزمنه الا مشيتي للدوله كيعطوك غير دواء تسكو شهر وكيقطعو عليك بشهر، كضطر انك تشريه من الفارماسي، والا خلصتي الدواء ما كتخلصش الماء والضوء، الا شتي لولادك الزيت ما كتجيبش ليهم السكر. كل مره انت ولينا حنا متطهرين الحاله ديالنا، اقسم لكم بالله ولا حاجه وحده يديروها معانا يحلوا لينا الحجازه ساكتين نمشيو. استمرار حالة الاحتقان والغضب في الشارع المغربي دليل قاطع على فشل نظام المخزن في احتواء مطالب الشعب، ما جعل القمع والتعنيف المرافق الدائم للمظاهرات الشعبية السلمية ومنه لحياة المواطن بالمغرب.